بس هي يعني فيديو تسليك مشان انه هيك تاخذوا فكرة عن هاي المنطقة. تنويه: هذا الفيديو التسليكي رقم 2، لذلك لا تنسى ان تضع لنا علامة اللايك وتكتب لنا تسليك في التعليقات. تذكر ان لم تكتب فهذا يعني انك تخاف من حماتك. السلام سلام سلام عليكم، معكم موسى الحلو، واليوم وعليكم السلام. اليوم على غير العادة طلعت برا البيت. راح اسوي جولة هون بمدينة سويسرية اسمها إيفردون، وراح يكون معاي بهاي الجولة اصغر متابعة. ايش اسمك؟ ميلا. ميلا هي اصغر متابعة بالقناة عندي. تابعي انت دائما الفيديوهات؟ ايش اكثر فيديو بتحبيه؟ يعني شوف اللي عند اللي بتنزلوا الحلقة لأنه أنت ما كنت أشوفك، يعني أحيانا بشوفك. هاي هي مشكلتي الوحيدة بقابيل لأنه ما بفهم عليها كتير. طيب قولي لي كلمة أنا بضل بقولها. حبقول ماي فريند مو أخبار. نروح نسوي جولة بإيفردون. طبعا ميلا حلمة أنه تطلع على التلفزيون مثل ما بتقول، هي بدها تطلع بواحد من الفيديوهات، مشان هيك راح أخذها اليوم معاي مشان تطلع بالفيديو الجديد. راح أشوف كم فيديو جديد بس تعالوا معي. فماي فريند هاي الجولة رح نبلشها هون من أول مدينة. هي مدينة صغيرة، مدينة إيفردون هي مدينة سويسرية جاية بالمنطقة الفرنسية اللي بيتكلموا فيها فرنسي هون. رح أبلش الجولة من مسرح المدينة اللي هو وراي بالجهة هديك، من هونيك رح أبلش الجولة وبعدين نروح على سوق المدينة لتحت. المدينة صايرة على بحيرة، فبعدها بنروح على البحيرة. بس مبدئيا نروح أول شيء على المسرح. المسرح أين مسرح؟ هاد اللي قدامنا. ميلا ايش هداك هونيك؟ جامع؟ اسمه جامع بس اسمه اخنسيه. فين السؤال؟ المدينة كانت مدينة رومانية، فشان هيك فيها قنوات مي كتير وفيها ينابيع حارة، هي مشهورة بالينابيع الحارة. راكد 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 راكد. ايش هذا بوكي ورد؟ كبير ما؟ هذا المبنى هو المسرح تبع إيفردون، وبيجي جنبه هون ساحة كبيرة هي جنينة، وهون رايحين اتجاه المحطة. رح نبلش من المحطة وبعدين نروح على الجنينة وبعدها على قلب المدينة. نستغل الجو قبل ما يصير مطر لأنه في غيوم كتير بالأفق. أنا أول مرة بحياتي بسوي فلوج مع ولد صغير، الأولاد ما بيسكتوا، يعني عم تاخذ يمكن استراحة ثواني قليلة وبترجع بتكمل. ليش بتحكي كتير أنتي؟ والمشكلة ما بفهم عليها شو عم بتقول، ضلها بتفتح على حديث مع حالها. 1 2 3 حديث محطة القطار المرأسية. مرأسية؟ رئيسية. ونحن وين نروح؟ على الجنينة صح؟ بعيدين عن البيت. صرنا بعيدين عن البيت؟ ايه لكن. أنت بدك تروح على الجنينة كنت؟ ايه. هاي الجنينة. هاي اسم الجنينة. شوفي البطاط. هي هي الجنينة مقابل المحطة الرئيسية، يعني هي جنينة صغيرة بس مشتغلين عليها، يعني فيها حاطين نوافير وموديلات مثل سنارات صيد، بس هيك قريبة للجناين اليابانية بالنسبة للتصميم وللزرع. حتى الشجر يعني بتحسه هيك غريب، بتحسه مثل شجر ياباني. وهون في ألعاب للأولاد، بس نحن رح نكمل على المدينة. الحلوة بالمدينة انه محيطة كامل في جبال، وهي صايرة بمنطقة واطية على بحيرة نوشاتيل، فالجو بيكون فيها عادة احسن. ماي فريند سمعانين عن كورونا؟ سمع، ما في شيء، محلات كلها فاتحة والعالم رايحة جاية وقاعدة بالقهاوي والامور كويسة. هذه ما تخيلت ان يكون في هيك كتير عالم. تعي تعي تعي، في زحمة عالم كتير. في عالم كتير ما؟ مظبوط، لانه ناس رايحه من هون وناس اولاد راكبين معاهم وطابا و وين. ما في كورونا؟ اصلا ما في كورونا. انا شوف الزحبه ماي فريند. صح، نحن هلا بالسوق الرئيسي هون بالبلد بالمدينه القديمه،
بس في زحمة كتير، في كتير عالم طالعة تشتري أغراض، وأتوقع ما في حظر مثل غير دول، فالناس يعني رايحة جاية وعم تشتري أغراض والحياة طبيعية. صح ملتزمين يمكن بالأقنعة، بس عايشين الجو طبيعي وهذا شيء أحسن. احنا حاليا رايحين اتجاه قلعة إيفردون اللي هي هونيك بالأخير، بس هذا يعد هذا الشارع هو المركز الرئيسي للمدينة. بس قبل ما نروح على القلعة راح أفرجيكم شيء كتير حلو هون بالمدينة ما بتشوف منه كتير بأوروبا، اللي هو هاي الأبنية يلي كتير قريبة من بعض، الحواري الضيقة. بإيش بتذكركم هاي الحواري؟ ما بيكون شباك هيك بالنص تقريبا بقلب المدينة القديمة، بين كل الشوارع في هاي الشوارع الضيقة الفرعية يلي هي بتفصل بين البيوت. في هون هلا طلعنا على الشارع الثاني، هذا من احلى الشوارع اللي بحبهم هون بالمدينه. نفس الشيء هون في عندك الحواري الضيقه زي البيوت، حتى شبابيكها بالنص، وفي جرافيتي كمان حلو هون بيعملوه. انا بتذكر كان تصورت هون قبل صوره، حسيني مثله تضحكي. هو عنده اسنان ما بحسن. انت ما عندك اسنان؟ انا هيك. شوف هاي الجرافيتي، مثل ما قلت هذا هو شارع المدينه القديمه هون. إذا بتلاحظوا على البيوت اللي فوق كلها محافظين لسه على الأبنية القديمة، على نظام العمارة القديم. شوفوا كل البيوت محافظة على نظام العمارة القديم، شوفوا مخلين الستايل القديم للمدينة طالع كتير مرتب. يعني بأوروبا قليل ما تلاقي محلات مثل هاي صغيرة، بوتيكات صغار، وما في شركات كبيرة مسيطرة على المكان. شوفوا مثلا محلات ورد الصغيرة عاملين. ومثل ما حكيت قبل يعني هيك محلات قليل لأنك تلاقيها، بس هون في محلات الماركات مثلا بيحسنوا انه يفتحوا هون ويضلوا مستمرين. بالعادة المحلات الصغيرة ما بيحسنوا انه يضلوا فاتحين بالمدينة القديمة مثل هون، لأنه أسعار الأجار كتير غالية. عشان هيك اللي بيضل فاتح هون هي الشركات الكبيرة بس بهاي المدينة حسنوا انه يخلوا المحلات الصغيرة والبوتيكات يضلوا فاتحين، وهذا بيخلي في نوع من الجمالية للمدينة. وهاي هي قلعة المدينة، هون في ساحة القلعة، في كتير كافيهات ومحلات، طبعا الأغلب فاتح ومشتغلين تمام، ومثل ما شايفين كل النظام تبع الأبنية مخلينه على وضعه القديم. وهاي كنيسة المدينة. الخطة أنه نروح على البحيرة، بس ما بعرف إذا رح أكمل مع ميلا ولا رح أروح لحالي، لأنه مثل ما شايفين بدأ الجو يغير وصار الغيم يجي لهذا الاتجاه. شوف هون في غيم، واذا منحول هون جو صيف وكأنه غير بلد. فمشان هيك على الاغلب اني راح اروح شوي على البحيرة وبعدها راح ارجع على البيت مشان ما يصير الجو بارد عليها. ما راح تبردي؟ بس يعني هي كانت هي جولة سريعة، كنت حابب افرجيكم المدينة اللي انا فيها بشكل سريع. بأوقات تانية إن شاء الله راح أفرجيكم مدن أكثر من هيك اللي موجودة بسويسرا. كجمال هي المدينة حلوة، بس في مدن كتير أحلى منها. تعالي على الجهة هاي، وهاي القلعة من الطرف الثاني. شو؟ بقولك إيدي صاروا كتير باردين. نروح على البيت؟ إيه كتير. أوكي أتوقع راح أرجع على البيت وما راح أكمل على البحيرة. بالمرات القادمة إن شاء الله راح أخذ وقت أكثر من هيك وأفرجيكم مثل ما قلت في مدن كتير أحلى من إيفردون مثل إنترلاكن وغيره. فالفترات القادمة إن شاء الله راح أسوي لكم فيديوهات من هديك المناطق، بس هي يعني فيديو تسليك مشان إنه هيك تاخذوا فكرة عن هاي المنطقة. ومثل ما قلت أنا يعني بتعجبني كتير كونه مدينة صغيرة لطيفة، هي تقريبا فيها 30,000 نسمة ونسبة أجانب كمان منيحة. وأحلى شيء حبيته أنا بالمدينة هي نظام البيوت، إنه مخلين البيوت كلها على النظام القديم، شبابيك قديمة وبواب قديمة، والمحلات كلها لسه محلات صغيرة، فبتلاقي كافيهات صغار على جانب الطريق. هذا في كتير سياح بترغب لهذا الموضوع، وهي المدينة أصلا يعني سياحيا مرغوبة لأنه فيها ينابيع حارة. هي اسمها إيفردون ليبا، يعني مدينة الحمامات، إيفردون مدينة الحمامات، ففيها كتير ينابيع حارة وهذا أكتر شيء بيجذب السياح. وغير الينابيع الحارة اللي قلت لكم عليه المحلات الصغيرة كمان كتير بتجذب السياح، لأنه في أوروبا يعني قليل تلاقي هيك
مدن لسه محافظة على حالها مثل ما هي. هذا تقريبا كان كل الفيديو لليوم. بعتذر اني ما سويته فيديو اطول من هيك، بس لانه معي كان ضيف والضيف هلا بده يروح. لايك اذا عجبكم الفيديو، اعطوني رايكم بالتعليقات واشتركوا بالقناة، ونشوفكم فيديوهات جديدة. ماي فريند، سلام عليكم. سلام عليكم، بنشوفكم الحلقة الجديدة. باي باي.